طبع مجلة بريطانية كتب منذ أيام قليلة فقط عنوان: الاتحاد الأوروبي يخلق ديكتاتورية جديدة في تونس، وموت الديكتاتورية سيعود في تونس، سيعود بالوبال على أوروبا. نشوف الصحيفة، الغلاف بتاع الصحيفة هذه، هو موقع مجلة بريطانية، فوالا، لأوروبيان أكري نوفيل ديكتاتور، معناتها يخلق ديكتاتورية، و لا مور دو ديموكراسي تونيزيان فا بيانتو سو روتورني كونتر نو. ماشي، إيه سؤال هنا سي فتحي، مما يخاف الأوروبيون؟ الجواب العادي يقول لا، الأوروبيين يساعدهم ديكتاتوريات تطبق أوامرهم على الأقل، وتلعب شرطي الحدود الجنوبية. بالعكس، ما يحبوش الديمقراطيات، الديمقراطيات يحبوا الديكتاتوريات. مما يخاف الأوروبيون فعلا إذا تواصلت أو تم تركيز ديكتاتورية جديدة كما تقول على الأقل الصحف الأوروبية؟ شوف، هذا سؤال وموضوع مهم جدا، يلزم نفهموه مليح مليح مليح. أولا أنا حاب نرجع شوية قبل ما نعلق على نعم نجاوبك على كلام سيمونجي. أمريكا تستدعي أفريقيا كيف ما استدعت تركيا أفريقيا، كما تستدعي فرنسا أفريقيا، كما تستدعي روسيا أفريقيا، كما تستدعي الصين أفريقيا. نعم، هذا سياسة دول عظمى كبرى، كل واحد عنده مصالح، يحب يدافع على مصالحه، ويحب يتمدد، ويحب استثمارات، ويحب مواد أولية إلى غير ذلك، وبترول وطاقة، وتعرف الصراع المستقبلي. أنت تعرف اللي قبل إفريقيا كانت هي أغلبها مسلمتها أمريكا لشكون؟ فرنسا. صحيح، لفرنسا. فرنسا كلت كبوت، أوكي؟ يعني بعد الكارثة وبعد التغفيصات متاع هولندا، وبعد وجاء ماكرون في سياستهم الإفريقية الكارثية، خاصة في ليبيا وفي مالي وفي النيجر وفي أفريقيا الوسطى، يعني أغلب الأفارقة توا طردوا الفرنسيس، وتعرف اللي توا في مالي جابوا لهم الفاغنير، والكلام متاع مالي متاع روسيا جاب طردوا الفرنسيس كل. تعرف مالي هي كانت شبه مستعمرة، يجيبوا منها في اليورانيوم وفي الذهب وفي كذا، وتعرف جالية كبيرة مالية في فرنسا. الآن ماكرون في أزمة، وهذا فشل ذريع للسياسة الخارجية الفرنسوية. وأنا واحد من الناس كانت عندي معناها علاقة بأحد الأصدقاء لماكرون، بعثت له فيديو قلت له إذا كان تحب مستشار في السياسة الخارجية إجا شاورني تنقول لك إيش تعمل. بالنسبة لي أول كارثة عملها هو أنه دمر الثورة العربية من خلال دعمه الحفتر في ليبيا، ومن خلال دعمه الحفتر السيسي في مصر، ومن خلال معناها الرشوة اللي رشتها له الإمارات بشراء السلاح لمصر، واللي طائرات الرفال اللي قعد ما باعهاش سنوات وسنوات، يجي 30 سنة ما باعوهاش. فكونتر بارتي يعني استجابوا وخضعوا الابتزاز ودعموا الثورة المضادة، وكانت النتيجة كيف ما نشوفها الآن. فرنسا خصت موقعها، أمريكا تريد أخذ الزمان الآن المور. أمريكا، فرنسا ما قدتش روحها الآن، مش تدافع على مصالحها، وهذا شيء طبيعي وشيء معقول. نعم، جواب على سؤالك، مما يخاف الأوروبيون؟ يعني شوف، أنا عندي قناعة منذ سنوات من التسعينات، وكنت دائما وخاصة وأنت مقيم في أوروبا في فرنسا، خاصة في فرنسا، وكنا ننشط سياسيا وحقوقيا ضد الاستبداد حتى للثورة، وكان يعني أهم محطة كانت هي محطة 2005 بتاع 18 أكتوبر. نعم، وكان عندنا ائتلاف، وكان عندنا يعني أمل أن نكون ائتلاف كبديل لبن علي أنا ذاك، ولكن فشلنا. علاش فشلنا؟ لأنه الأوروبيين طالما أنه ما ثماش معارضة قوية متوحدة على الأرض، على الأرض، وخاصة متوحدة وتقدر تكون بديل، أول شيء هي لضمان الاستقرار،
النقطة الأولى. النقطة الثانية لأنها تحافظ على مصالح، ما نقولش مش تحافظ، معناها تحافظ على مصالح مصالحها هي شعبها، وأيضا يعني تقدر تريتي افيك او يعني بالأخرى التعامل معهم. نعم. مش مستعدين باش يسلموا حتى في دكتاتور، وخاصة بالنسبة لهم أسهل شيء بالنسبة لهم هو لو شومان راكورسي، يعني الطريق السهل هو التحاور مباشرة مع دكتاتور، المشكلة تتحل بسرعة. ما يعني هم يطبقون الديمقراطية عندهم، ولكن بالنسبة للعالم العربي هذه بالنسبة لي وبالتجربة نقولها لك وبمرارة أيضا، أنه لا يؤمنون بالديمقراطية العربي تماما تماما تماما، وهم يكذبون وهم منافقون وهم يعني يتآمرون صباحا مساء على الحريات في بلادنا، وما يحبوناش الديمقراطية وما يحبوناش الحرية، لأنه يعرفوا أنه عندما يكون قرارنا مستقل ويكون ثم حرية ويكون ثم ديمقراطية، مش يكون ثم تداول سلمي على السلطة، مش يكون ثم حوكمة رشيدة، مش يكون ثم محافظة على الثروات، مش يكون ثم يعني الدفاع عن المصالح العليا للبلاد. لذلك هما ماذا بهم طرطور يفرض عليه، وهنا نشوفه في السيد اللي قاعد باع ويشتري حتى المواطنين، حتى المهاجرين في لكحل، حتى الحارقين باعهم، ويقبل في الطيارات الشارتير اللي تهبط في طبرقة، والمواطنين التوانس اللي ربي يعلم كيف بهم كيفاش قاعدين يحرقوا، معناها لإيطاليا اللمبادوزا والسيسيليا والسربيا والكذا ما عندوش مشكلة، الجزائر والمغرب رفضوا، قالوا ماكرون قالوا ستوب حد قادي، مانيش معترفين، هل مشكلتك انت مستعمر قديم، هل مشكلتك ونحن قاعدين نعانوا في المشاكل بتاعك. نحن قال لهم انتم كنتوا حماية سيدي، واعترف بنفسه وانا بعظمة لسانه اخوي، هذه الجريمة الكبرى اللي ارتكبها سعيد هي ارتكبها في باريس امام العالم اجمع عندما صرح بهذا، وايضا الان يعني هو مواصف الغي متاعه. والان اوروبا، هذه اوروبا الرسميه سعد باقي، اوروبا الرسميه يساعدها كل ديكتاتوريين، اذا الصحافه والاعلام والمجتمع المدني الاوروبي مما يخاف من الديكتاتوريات؟ لا 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 من يعني ما نخلطوش، لانه إيه؟ المجتمع المدني الاوروبي فيه ناس ديمقراطيين، نحن عندنا علاقات مع ديمقراطيين حقيقيين، مع مناضلين في مجال حقوق الانسان، مدافعين على الحريات في كافه البلدان الاوروبيه، وقاعدين نتعامل معهم بصفه ندية كأصدقاء من أجل الدفاع، لأنه هذه الحرية والديمقراطية هي قيمة عالمية كمشتركة لابد من الدفاع عليها. ليس هناك هو تو يوصف فينا بالخيانة والرويق بارد متاعه والزندقة متاعه، يوميا يطلع في التلفزة وفهمتني ويسبنا ويقول لنا خونة وندرشنية، يعني ينتقد المعارضة. نعم لا يعني هو ينتقد وخاصة الناس في الخارج دون تجريح مباشر. نعم. هي أكبر خيانة قام بها هو، نحن ندافع على بلادنا بظوافرنا، ونحن ندخلوا لها في البلاد، بلاد ندخلوا لها في الديفيز، ندخلوا لها في العملة الصعبة باش معناها ما نخلوهاش مرهونة للقوى الدولية، ورغم ذلك هو تغييبكم في الدستور الجديد. نعم، وهذه نقطة أخرى يجب نحكو فيها سي حسين، لأنه بالفعل هذا بالنسبة للمواطنين في الخارج وقع معناها تجاهلهم تماما، بإذن الله سيجاوبوهم. تخاف نأتي للنقطة هذه سي